السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في خبر مهم جدا عامل حالة من الشحنة الوطنية أو الألم الوطني، الوجع الوطني لدى الإعلام الإسرائيلي، لدى النشطاء، لدى الجيش الإسرائيلي والجنود اللي موجودين على الجبهة في لبنان، لدى أسر الجنود، لدى ناس كتير جدا جدا، مؤرخين، كتاب، صحفيين، نقاد، معارضة ومؤيدين في الجيش الإسرائيلي، حالة من الوجع الشديد جدا جدا لقرار صدر من الجيش الإسرائيلي بضم 7.7 دونم للمقابر. قال لك هنعملها مقابر للجنود الأبطال بتوع شعب الله المختار اللي بيجوا من جبهة لبنان أو من القطاع. الخبر اللي أمام حضراتكم ده، ضم 7.7 دونم من هارتسل علشان هتتعمل مقابر للجنود. هيعملوها كم مقبرة؟ 600 مقبرة. هذا بحسب ما أعلن الإعلام الإسرائيلي، هيئة البث الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وكل وسائل الإعلام بدون منع ده. كل وسائل الإعلام حرفيا في إسرائيل تتكلم عن الخبر ده. أولا في نقطتين هنا في الخبر ده، علشان تاخد 7 دونم و7 من عشرة عشان تعمل فيهم 600 مقبرة، فده حضرتك قشطة وجميل لو هتدفن فيهم قوم عاد، اللي هو الواحد 13 ذراع كده، الناس هالك 13 ذراع، فقشطه ممكن تعمل فيهم 600 مقبره. اما لو حضرتك هتحط فيهم بني ادم طبيعي بطنه بحجمنا الطبيعي، متر و70 سم، متر و80 سم، فانت ممكن تعمل بدل ال 600 مقبره 3000 مقبره. ليه؟ لانك وبمنتهى البساطه الدونم ده مساحته 1000 متر. الدونم مساحته 1000 متر. 7.7 دونم يعني 7700 متر. هتعمل فيهم 600 مقبره ليه ان شاء الله؟ هتروح تجيب قوم عاد وتروح تحطهم فيها؟ فده يوديك لنقطه تانية جدا محوريه في هذا الخبر ايضا. انا قلت الخبر ده في نقطتين مهمين، نقطه ان مش 600 مقبره، امال كام؟ نقطه ان عدد الجنود كتير جدا جدا، زي ما بناكد لحضراتكم من اليوم الاول من سنه فاتت من 7 اكتوبر، ان عدد الجنود كتير وان هو بيطلع جزء من الحقيقه، وان راح لاهالي واسر بعض الجنود واداهم 60,000 دولار شرط الامضاء على ورق انكم ما تتكلموش عن ابنكم الا بعد 3 سنوات، عشان مستقبلا لما نعلن عن الجنود الداخل الاسرائيلي الان ما ينقلبش علينا ولا على نتنياهو. احنا لازم نقول لهم ده جندي، ده جنديين، عشان يتقبلوا عمليه الحرب المستمره اللي ملهاش اي اهداف. فانا بضحك عليهم، انما انا في الاخر بضحك عليهم عايز اماكن احط فيها الجنود. فبالتالي هعمل 7.7 دونم علشان 600 مقبرة، يعني كل مقبرة هتتعمل في حوش لوحدها، هتتعمل بمساحة فندق ولا مساحة شقة لوحدها؟ مستحيل، صح؟ مستحيل ان كل مقبرة تقريبا هتاخد لها تقريبا بالشكل ده، يعني 600 مقبرة نقول 700 في 7000 متر، يعني كل مقبرة تقريبا هتاخد لها 100 متر. ليه ان شاء الله؟ ليه كل مقبره 100 متر؟ فما بالك هم 600، يعني اكتر من كده بكتير. اذا الخبر ده بيوري حضراتكم عدد الجنود اللي عنده، عدد اللي بيحصل ليه، عدد اللي بيستقبله يوميا، عدد اللي بتعلن عنه المستشفيات، عدد اللي بيعلن عنه بعض المستوطنين والنشطاء، انك ما تشوفش كلام نتنياهو وتصدقه، ولا تشتري من كلام اسرائيل كاتس، ولا قبل منه افجلنت، ولا دانيال هجاري. الحدث الداخلي عندهم أعظم وأكبر مما يعلنوه بعشرات المرات، بالظبط زي ما بيعملوا 600 مقبرة في مكان يشيل أكتر من 3000 مقبرة. الخبر اللي حضراتكم شفتوه بتاع 7.7 دونم ده اللي أعلن عنه الإعلام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي مخلي فيه حالة من التساؤلات عن نتنياهو، خاصة مع التسريبات اللي بتطلع من ديوان نتنياهو بانك انت اللي قعدت تعطل الصفقات وقعدت تتأفلم وتألف عشان الموضوع ده يستمر. في تساؤلات مهمة جدا الان بتسأل عندهم. هو احنا لما بنخرج ونعلن عن الجنود، يعني حتى الرقم اللي هم بيعلنوه اللي غير حقيقي بالمرة، اللي هو لغاية دلوقتي من يوم 7 اكتوبر لغاية النهاردة بيتكلموا في 1000 جندي، وده مستحيل. بس حتى الرقم اللي بيعلنوه ده هو رقم جنود، جنود مقيدين، ضباط مقيدين. هو ما جابش ليك سيره اللي اكثر من 4000 واحد من فرنسا جم، راحوا فين وجم منين؟ ما حدش عارف عنهم حاجه، ولا حتى اهاليهم في فرنسا بيتلقوا منهم اي اتصالات حتى اللحظه. ما جابش ليك الناس اللي جوله من اوروبا دعم، ما جابش ليك حتى الناس اللي هم الدرس دول مش منضمين، ولا حتى بتوع الفلاشه اللي جايين من اثيوبيا ومن افريقيا، دول مش منضمين، مش تحت الانضمام كمان، ولا حتى الناس اللي بيتم استئجارها بمبالغ، وجروب الواتس، عملوا جروب على الواتس وقالوا احنا عايزين جنود.
عايزين جنود، فعملوا جروب على الواتس. لما حضرتك بس تاخد الارقام والاخبار دي تربطها ببعضيها، والاصرار الشديد جدا جدا لدى قياده وطنيه بالنسبه لهم، لدى قائد في الجيش وطني في عندهم هم بالنسبه لهم زي يوآف جالانت، وهو رجل بالعكس كان بيتكلم لصالح جيشه بجد، لما يصر على تجنيد الحرايدين تاخد حضرتك تربط الكلام ده ليه هناك اصرار على تجنيد الحرايدين والاحتياج الشديد لخمسين الف مجند على وجه السرعه، ثم تربط الحدث ده بحدث ان هم يجيبوا مجندين وعايزين حد تجنيد عبر جروب الواتس، ثم تربط هذا الحدث بان اللي عايز يتجند من المقيمين يتجند وبعد كده هنجنسه، ثم تربط هذا الحدث باللي بيحصل في الجنود، وجنود خرجوا اتكلموا وقالوا احنا مش عايزين نروح على الجبهه تاني ولا عايزين نأدي الخدمه العسكريه بتاعتنا تاني. كل ده يأكد لك العدد الكبير جدا 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 اللي بيسقط عندهم. فيبقى انت حضرتك مش محتاج تبرر، انا باجي لحضرتك بمعادلات فقط لا غير، بأخبار لو ربطت أحداثها ببعضيها مستحيل يكون الرقم ألف يا جماعة، منطقيا عقليا بديهيا عندك 450 ألف جندي نظامي واحتياطي، باعترافك سقط منهم 100 أو ألف، سقط منهم ألف، لما يسقط من عندك ألف وعندك 450 ألف أنت محتاج 50 ألف من الحرايدين ليه؟ صح؟ التساؤلات المنطقية للعقل البشري الإنسان السليم الصحيح اللي بيفكر بالشكل ده بعيدا عن الاكاذيب والتدليس وانك تداري الحقيقه، بتخلي اي انسان طبيعي بيسال زي ما هو بالظبط الاسرائيليين ذاتهم بيسالوا. انت النهارده واقع من عندك 1000 وانت اللي بتقول ده، من اصل 450000 عايز تجند 50000 ليه؟ ده سؤال مهم جدا جدا لازم حضراتكم تعرفوه. ده بالاضافه الى ان حتى يا جماعه لا تستهون بفكره لما يقول لك جندي و10 مصابين. 10 مصابين دي الموضوع ده مش سهل، 10 مصابين ده عشان حضرتك تبقى فاهم، هو خرج بره الخدمه في كل شيء، بره الخدمه العسكريه مش هيعرف يؤدي الخدمه العسكريه تاني، بره الخدمه المدنيه مش هيعرف يدعم الدوله اقتصاديا ولا في شغل في القطاع الخاص ولا القطاع العام تاني، هيقعد في بيته ولازم هيتلقى راتب ومعاش من الجيش، اصبح عبء على الجيش، لان فكره مصاب بيخرج من القطاع او من لبنان هو بيخرج عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، مش عارف مين اللي بيغني الاغنيه دي، بس المقصد انه بيخرج ما بيصبح انسان محتاج اللي يساعده، مش انه يعين بناء دولتهم اللي هم فاكرين ان هيعملوها. فالمقصد يعني ان الكلام كل الاعداد دي كلها مع الناس اللي بيتحولوا للمستشفيات والتقارير اللي بتخرج من المستشفيات عن حالتهم عن الحاله بتاعتهم الصحيه وغيره، بتقول لحضراتكم خسائرهم كبيره. احنا بنتقلب وخسائرنا كتيره، محدش يقدر ينكر ده، وارد المعلن الان 43700 في القطاع، وارد بعد ال 10000 اللي محدش عارف مكانهم فين يكون العدد 53000، بس العدد عندهم كبير جدا جدا جدا. هم بيعترفوا بس بيحاول ان يكون الاعتراف مش مباشر، لان المره دي غير المره بتاعت سنه 91 بتاعت صدام حسين والصواريخ السكود، المره اللي فاتت كان 67 واحد والموضوع سهل نسيطر عليه، النهارده في الاف الاسر المستوطنين عندهم منتظرين اللي بيحصل ده يتوقف عشان يسالوا ولادنا فين، اللي خدوا 60000 دولار هيصبر النهارده هيصبر بكره بعد شهر بعد اتنين بعد سنه، هيضطر يعلن الحقيقه، والحقيقه عند الكيان ما بتظهرش مره واحده ولا في الحال، تظهر بعدين. ليه مش عايز يظهرها دلوقتي؟ علشان يخليك انت شخصيا لو بتدعم القطاع او لبنان تشعر بالياس، وما تشعرش انك ان كنت بتتالم فهم بيتألموا زيك وأكتر. آسف للإطالة على حضراتكم. سلام عليكم.